تحذرت من هذه الناس بيجوكم متسللين عبر مستثمرين، ودول الخليج كلها مخترقة أمنيا لأن عندهم التملك العقاري وعندهم المستثمر وعندهم كذا. قلت لهم إذا جاكم 200,000 على سبيل المثال صهيوني وهم عندهم 6-7 مليون، ما عندهم مشكلة يضحوا مليون ليحتلوا دول الخليج بالتدريج البطيء. لو جوكم مثلا محمد 50,000 في الكويت مستثمرين، ما شرط يجيك صهيوني مباشرة يقول لك أنا صهيوني. فرضا بكرة قال لك والله بغيت إذاعة حسب قانون الإذاعات الخاصة عادي، بغينا نادي للجالية عادي، بغينا جامعة للجالية 50,000 احنا 200,000 غير صحيح يعني، بدل بغينا مدارس خاصة للجالية ايه وش بقى لك من سيادة انت؟ ما بقى لك شيء. توغلون شوي شوي طبعا ايه التوغل هذا، وناس عندهم يعني رسامين جايين لمشروع، قلت لك هذا الناس عندهم مشروع، مشروع حقيقي للاستيطان وكذا. انت وش موقفك من موقعك من العراق في الحالة دي؟ هش ما مكان. دول الخليج والله أنا أحس فيها بعض الأحيان إنه دول على وشك الإقلاع، على فكرة الإقلاع الإقلاع بمعنى إنه تتبخر بعضها.